munaasabadan lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane Sheikh Aadan Madobe oo dhawaan soo gaaray magaalada London iyo wafdi uu hoggaaminayo ay ka mid yihiin xilbanaano sida xilban Maxamed Cajiib xilban Gobson iyo masuuliyiin kale waxana ay ka dhacday koonfurta magaalada London iyadoo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada reer London South West masuuliyiintii ka soo qayb gashay waxa ka mid ah safiirka safaaradda Soomaaliya UK مدني عبد القادر إيه كوحيغينا ديسا مدني آذان مذوبي انتو جوغو لندن وحاو لكل ما يقدوميها بارلمانك انجريسكا وها بارلمانك وغنتكو وين يدوني ذا انتي حفلة السعوتي وحا كاها اللي قوبتا داتكي كسو قيب قلاي حلبانا دل السعودي ايا كاوادا هاللي قوبتا محام عجيب وكمي ذا وفديقا وكنوح نعصدي ان ودن كاو صومر مرحلة ذاك لدوان شاقنا ان ماان تتلذا لو سوعليو قوان كرا لصيو شعب كصوماليا ذا كوا دي دن لغا هورتاقو شاق ملومدو كمدية هاي مرك ان شاء الله تعالى تاسكلي تعريف تاسكلي انا ايدي شاق عن ربي ان شاء الله شاق سودو مقا علومد عنا وقعد لايو مقا الدين تا وقعد لايو سودو ان شاء الله تعالى الهي ذيك اسمحي سياسة دوحا داتك جوغا يا كوشي دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة وطارقه سد حيا طبان ايتهاي وحا الشرف نوعة هدانا جالية دا يوكي خاصة South West London انا اقصد وينو قدوميه برلمان كصوماليا شيخ آذان مدو شيخ آذان ولادك نقول رياسي في وحقوية هاي ادي هذا هو فرحسن هاي وحان كلاو ايضا وحان بليحينا حلبانا ذا لصعدا نونا انسيحيي انا قدوميه او هل كان نوي مال أدي على شرف نقطة هاي أبدا يا مرتي قد كميشيا مدح ذا الصومالية نقطة مرتي قدومي يا بحر لوان نقويا مرتي مسانا حلدي بحانا ذيني مرتي ذايه وحاكم أموه سيقارا هانكنا ما قاعد قدومي وقصونا وينينا وحاسر ربا إنا نكوش يغو إنا نكاغا ما حد علينا أديغا يدولا دادا يعد قدومي برمان كوتا هاي شقادة وناكسر نياد قواتين قواتي سلام عصور دافني أو آه وحلقو فاني كرو waay kamid tahay kordhaga hanka Itoobiya ee ku qadaysa Soomaaliya la dagaalanka shabaabka ee kamid qoshada ee golaha amniga ee UN ka ee leen afinta ma soo koobi karo runtii waxaan xaliirada ninkan bilaad ku jira ilaahay kuma shabriyo aniga inta midka wax ku mahadinay waxaan idin mahadinayna arinta aqabateen ee aad ku fiican waxaa mahad gaar ah iska leh awood leh ee suurtagal nooga dhigay inaan caawa halka nimaadno iyo London oo gudoomiyeena iyadoo waqtigana uu ku yar yahay uu jecelaystay una qaabilay bulshadiisa inuu arkana uu ku farxay iyo la kulanka uu la kulmayay madaxda UK ayada lafteedu waa guul kamid ah guulaha dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya oo xirirkeeda dibadduna adag yahay keeda guduhuna adag yahay biidni lahaa kareem gudoomiyaha inta laga sheegay in kale inaan ku noqdo gudoomiyaha wuxuu soo noqday madaxweyne 2008 ilaa 2009 markii labada madaxweyne ee Cabdullaahi Yuusuf iyo Shariif Sheikh Axmed ay isbedelayeen dalka madaxweynaha saaka ahaa wasiirna waa soo noqday Saad Umar Socotiin هادنا وقدوميها قولها شعبك بارلمانكا فدرالك الصومالي والله كله جرا ثم عرض محافظ ديمقراطية ده أدريم كرتي مركا بارلمانك قدومي وحوق جامعنا معرض محافظ وجامعنا مركا
ما عاورت هذا النجم فرنا هذا الكدومية وضمي دوانا سو دوينتين إيو مرتشرفت إن شاء الله إن سو إذا ما هذا لينو سو دوينت مويا نمركا كفتك مركا لقيت لقى مركا هذا ما ستين سو دوينتين شرفت له أو نوس نوس سو دوينتين روح النصيب يا شيء شروع عبدا أن مري أو دلك بتبعد أو كوكلا روح نكوكو لسني إن جل عفية دينتي وقف وادركت هذا كشخصية بالدين من خلوقي عشان سياحك يعني دور دور الدين لقوي عشان على سكيدة وحنكون بيرنا قرر مدن بدوبه وحنكون بيرنا يبرق أفريقيا كان عسقي وحد بعنا الأهلي دولا وحن نقلق هذا هوكي دستور كي بانو فرناي إن عندما يستنو الله سعدا وحن كتشرنا وكلا الشباب بالله درينا إذا ما دي إسكا حوالها النقضية سيئو تاقنايين إذا لفتر كيذين سوماليا أي نبض نقطنا والاقا شقينا يا أو قارو وذيك كيهاي ماذا حوينا دكتور حسن الشيخ محمود وكو على الله تعالى سوماليا وان قوارد جوغين وشيدال هشي شعب كانوا حكم قلوسي وعلي وحايا أنا تولدي لبادي كون يو لبادي طبان كلا سوديسي أما تي لك سوديسي عرتبا كسو بلاو لبادي كون كلا سوديسي مرة الواحد أكو أن جارا قف إلى موقف أكو أن جارين تيجو تبيش عدد بقولي كو قف أكو أن جارين تيجو هريس كنتي كو قف أكو أن جارين كيل لما ذكر لما يتمان كحال أضيع كل يسقول إنتك لو كو أن سو جاري مرك ما عنده حال ربعين أمد سو معي لوسو عش تلالي كو أن كإذن كإسكالة أديو مدحوينا حس الشيخ يحيى أديو مدحوينا كلي عنكي أدل كان كو آمين كرتاسي عود ورتا حكمك إني ليسو عش على ربع كو ديتن هنا كهرتك تانواني لغرا سي اعود وحشام ولالي الو وحن ربا ان وح يرن لا سوتسيو رنتي مانتي سوماليا وا مقليسين خلبانده هرتي مسو استاغي وهي او باهنتahay دولتينا ان لا غرب استاغو اي لو كخو او رنتي وا وقتي دينا وحن نغا هي شباب دينا وحن كغي جرنا متقانا دغال ان كل جرنا شباب إلا كالمة إذا ما دهنا إلا قرب استعجوا يا دعوة إنك أطرينا هدي لا يرد. رنتي مركي هو ريسي قدومي قلة برلمان أو سوماليا لوسو دوي حرنت وست مينستر قدومي هذا اليوم. قالن كي سوماليا لوسوري سي شرف له أو مقام قرن له يا مانت لوسو دوي قدومي. أصلا وحكتو سيسا أنا أقول لك أن شرفت المدينة في 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 المدينة ودنبنتي قدوميها برلمان كصومالي هذا مدوبي عيا كه الله جابته شجعنا إن صورتكلا نقوم كرتو قفي عد لجهر جليو دل كصومالي يعني دور قفي عد مسؤول جليس عيا وركو كجري واحد وقاتين ولا ليال الدون كجدال وفيريا ودم بدن عالم كمده أنا صدني أفرسنا ضاد على جيوجا وقتي دولتي كعانك من التري بربورتي صدني أفرسنا على جيوجا ما يجا ودن جدال كين بربوري دور اسمي دور شق بصدي ما أنت دولتي ديمقراطية كجرا أفريقيا كمده عرب تريدا كمده عالم كمده صدني أفرسنا كدي هذه دور شان قبنا وينو الشعب كين عطي سنشكو آمن وينو وعطك وضعي بحسن ويان قارمل برابا يا سيدي حتى أن شيء أو شعور داس لوجو دي هذي حتى ما أنت لوجو عنا مالي هذي شعب وينها الصومالية ضعف صعينة ما له هذا الدورتان جوش اللي في هذين أيوة مركز الجارية. أريمهنا يا وحي كسو أليسا هل يسقط قبس السياسة ذي ذي وكجرو ذلك أنا أنت بدن دتك أي شيء جن الناس صورت قل نقوم كرين قفي عود إلا جهر جليو حلي جن عبد القادر مختار تي في جشبيلة مجال ذا لندن. إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن أي نلسو عدان رسيف رأي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو كهذا البلاجة